زين شنو هذا الكلام اللي جاي ودار بانه اكو مشاكل داخل الاطار، اكو زعامات تريد ترشح رغم النفي السابق، لكن الحديث الان بشكل واضح من بعض التسريبات، بعض القادة السياسيين، بعض القريبين، اختلاف حول الاسماء، اكو قادة يردون يرشحون، بعدهم قادة الخط الاول في الاطار التنسيقي طامحين الى رئاسة الوزراء. يعني هو هذا طموح مشروع، ما اعتقد انه الانسان اليوم اي شخص او اي حزب سياسي يستطيع سلب هذا الحق من اي مرشح يريد ان يرشح نفسه. طيب. لكن بالتالي هنالك الإطار التنسيقي لديه رؤية واضحة ولديه مواصفات لرئيس الوزراء المقبل، ومن ضمن هذه الأمور التي حددها الإطار التنسيقي أن يكون رئيس الوزراء هو غير جدلي. طيب. يعني ما يسبب مشكلة في المستقبل، لا، بحيث يكون جزء من الحل وليس جزء من مشكلة جديدة. فأكيدا هنالك شخصيات إلها وضعها وإلها وزنها ومحترمة وإلها تاريخها تطرح نفسها كمرشحين، لا ضير في هذا الأمر، ولكن المحصلة النهائية إلى الآن الإطار التنسيقي لم يثبت على شخصية من داخل الإطار التنسيقي. ننتظر الأخوة الكرد في حسم موقف الحزبين باختيار شخصية، أما إذا لم يحسم الأمر فسيدخلون إلى الجلسة المقبلة بمرشحين، وسيكون هنالك تصويت لأحد المرشحين حتى يكون هو رئيس الجمهورية في الفترة المقبلة. الإطار التنسيقي أعتقد أنه خلال الأيام المقبلة بعد العيد مباشرة سيعلن عن رئيس الوزراء المقبل إن شاء الله تعالى، الذي سيقود المرحلة في الفترة المقبلة.